قدمت عرض رائع جميل ممتاز للغاية وشكرا للدرعي. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. نحييكم باجمل تحيه مع هذه الانطلاقات المتواصله وهذه التحديات المستمره. سن اللقايا وهجني ابناء القبائل. شوطنا الماضي كان الحضور مع صبر محمد بن علي بن قصنه العامري، قدم لنا صبر، قدمت العرض الجميل والممتاز. اللحظات الاخيره 6 دقائق 18 من الثواني اهدى السلام الى ابناء زاخر. مشكور يا ابو علي على هذا التقديم والعرض الجميل. شوطنا السادس والخاص بالابكار المهجنات الاصايل مباشره الى المقدمه الى الصداره المركز الاول. اتابع هذه هي ترف عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير هشامسي ياتي ويقدم لنا شعاره على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني والانطلاق مع حامله رقم 41. تابع التقدم مع الشاهنيه خليفه بن احمد بن خميس الخيلي المنتج المميز، بدا يقدم لنا شعاره على المركز الثاني. المركز الثالث تابع التدخل في هذه اللحظات والانطلاق مع الظبي حمد بن عبد الله بن خزام العامري، بدا يغير بدوره على المركز الثاني. المركز الثالث تابع الانطلاق والابداع على المركز الثالث، هذه هي حامله رقم 46 تابع الانطلاق والابداع، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظات المتمرد وشعاره بدا يقدم لنا زعفران سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، والتدخل ايضا مع هملوله عبد الله بن مبارك بن محمد بن بروان الشامسي على المركز الرابع. المركز الخامس تابع والاسماء الاخرى والشعارات القادمه. هذه شاهنيه فالح بن دنان بن فالح الشمسي يقدم لنا شعاره على المركز الخامس. تابع الاسماء الاخرى، تابع الشعارات المنطلقه. سن اللقايا سن اللقايا وهجني ابناء القبائل تاتي على ارضيه هذا الميدان، تاتي على ارضيه هذا الميدان. الله الله، تابع الانطلاق، تابع الابداع، سن اللقايا تحضر على ارضيه هذا الميدان. 51 اسم، 51 اسم مشارك على ارضيه هذا الميدان، مشارك على ارضيه هذا الميدان، الكل مشارك، الكل باحث. نذكر بتوقيتنا الافضل، نذكر بتوقيتنا الافضل اللي هو مع ادنوك، قدمت العرض الجميل والممتاز. او هذا شعار مع بن الصنباري، قدم لنا الكايد مظفر بن محمد الصنباري العامري. 6 دقائق 11 من الثواني، تهانينا وناموسة ومشكورة على هذا العرض الجميل والممتاز. ولكن بعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول اللي في المقدمة. تابع الانطلاق مع بن خزام يقدم لنا الظبي حمد بن عبد الله بن خزام العامري، ياتي بالانطلاق على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات من الجانب الاخر والانطلاق في هذه اللحظات مع دمعه الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا دمعه، غيرت على المركز الاول. ولكن هذه مذهله سالم بن فارس بن حمد الشامسي ياتي بمذهله غيرت على مقدمه الشوط، بينما المركز الثاني هذه زعفران وسيب سيل بن كلثم الخيلي المتمرد وشعاره. المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات مع الظبي حمد بن عبد الله بن
الدكتور خزام العامري. المركز الثالث هذه الشاهنية فالح بن دنام فالح الشمسي ياتي بالشاهنية. المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات والانطلاق مع الظبي خويت بن سعيد بن ضحية العامري يقدم الأشعار والأسماء القادمة والشعارات الواصلة. ولكن هذه مذهلة على مقدمة الشوط سالم بن فارس بن حمد الشامسي. سالم بن فارس بن حمد الشامسي ياتي على مقدمة الشوط ياتي على صدارة الشوط بينما زعفرانة على المركز الثاني وسيف بن السيل بن كرذم الخيلي المتمرد والحذر من المتمرد وهجمات الأخيرة عند خط النهاية ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا زعفران تابع المركز الثالث. الانطلاق مع فالح بن دنان بن فالح الشمسي ياتي ويقدم لنا شعار ولكن المتمرد بعود الى المقدمه. المتمرد ياتي بزعفران على مقدمه الشوط على المركز الاول على الانطلاق الاول في هذه اللحظات وسيف بن السيل بن كاظم الخيلي يقدم لنا زعفران على مقدمة الشوط على المركز الأول. مذهلة قادمة واللحظات الأخيرة زعفران إلى الأعراد أبناء البطين سلام البطين محملا على ظهر زعفران وسيف بن سيل بن كلذم الخيلي ياتي في أشواط المهجنات لياتي بالانطلاق. حيوها المتمرد يستاهل التحية ومشكور على هذا الحضور والتألق مع أشواط المهجنات الأصائل. المركز الثاني مثل سالم بن فارس بن حمد الشمسي. المركز الثالث الحضور مع علاء قمانع بن سعيد النعيمي. المركز الثالث الحضور مع فالح بن دنام بن فالح الشمسي. المركز الخامس وش القادم مع المركز الخامس مع شعار بن يزرب قدم لنا العرض القمي 6:15 مع زعفرانة سيف بن سيل بن كاظم الخيلية وسلام البطين سلام.